السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها منح كتيرة جدا، منح من أمريكا، فرنسا، تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، دول كتيرة جدا مختلفة، وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا برضو أعلنا عن فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وكنا برضو أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي منحة وفرصة أنت عايزها، تقدر تقدم بنفسك عن طريق شرح الفيديوهات بتاعتنا بنعرض فيها التفاصيل وطريقة التقديم، أو ممكن إحنا نساعدك في التقديم إذا حبيت. تمام، وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب يلا بينا بقى دلوقتي نتعرف على الفرصة بتاعت النهاردة. هي فرصة حضور مؤتمر في ماليزيا، تمام؟ يبقى الفرصة دي فرصة حضور مؤتمر. الدولة ماليزيا في مدينة كوالالمبور، المؤتمر ده هيكون في مدينة كوالالمبور. الجهة المانحة جلوبال بيس سوميت، تمام؟ ده اسم المؤسسة أو الجهة المانحة اللي هتنظم المؤتمر في كوالالمبور في ماليزيا. الدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم في هذا المؤتمر، يعني أي دولة تقدر تقدم، أي شخص من أي دولة يقدر يقدم، من دول أوروبية، دول آسيوية، دول الوطن العربي، أي دولة تقدر تقدم للفرصة دي. مدة المؤتمر ده مدته 3 أيام، تمام، من 26 فبراير حتى 29 فبراير، يعني هيكون معاك 3 أيام لحضور المؤتمر، وطبعا هيكون في أيام سابقة وأيام بعد انتهاء المؤتمر، هيكون طبعا التجهيز لوصولك إلى ماليزيا، يعني مش هيكون 3 أيام بالتحديد. آخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 30 يناير 2020، تمام، يعني ما فاضلش كتير، ممكن نقول فاضل زي 15 يوم وينتهي التقديم للفرصة دي، وإعلان النتيجة هيكون 31 يناير 2020، يعني ميعاد التقديم هينتهي 30 يناير واليوم اللي بعده على طول هيتم إعلان الفائزين، ودي حاجة كويسة جدا، مش هيكون في انتظار طويل عشان تعرف النتيجة، لا، اليوم اللي بعده هيتم فيه إعلان الفائزين في الفرصة. التمويل بالنسبة للمنحة دي، التمويل للمنحة دي مقسم على 3 مراحل، وركز معايا في كل مرحلة عشان الجزء ده مهم جدا. أول حاجة هيكون في تمويل كلي، تمام، هتاخد فيه المميزات الآتية: هتاخد رحلة ممولة بالكامل لماليزيا، تذاكر الطيران هتكون عليهم، الإقامة الفندقية هتكون عليهم، هتاخد شهادة لحضور المؤتمر، النقل الداخلي داخل المدينة هيكون على حسابهم، الوجبات، مجموعة المؤتمرات، يعني هيكون في مؤتمرات هتحضرها من ضمن البرنامج، رسوم المؤتمر، النقل من المطار، زيارة الموقع، الحفل المسائي الثقافي، هيكون في حفلات، تمام، يعني ده هيكون تمويل كامل للفرصة. تاني حاجة هيكون تمويل جزئي، تمويل جزئي وهي رحلة ممولة جزئيا لماليزيا، هيكون الإقامة عليهم، طبعا مفيش تذاكر طيران، الإقامة، السكن أو السكن في فندق هيكون عليهم، هيكون في شهادة من المؤتمر، هيكون في النقل الداخلي في المدينة، وجبات الطعام عليهم، رسوم المؤتمر عليهم، الحفلات برضو رسوم الحفلات هتكون عليهم، يعني هنا تمويل كلي وتمويل جزئي. والمرحلة الثالثة هي تمويل ذاتي مع بعض المميزات، يعني هيكون التكاليف على حسابك ولكن في مميزات هتاخدها: هتاخد الشهادة من المؤتمر مجانا، تمام، النقل داخل المدينة مجانا، رسوم المؤتمر والحفل المسائي الثقافي والاحتفال الأساسي في بداية المؤتمر، كل ده هيكون بالمجان على حساب المؤتمر، ولكن باقي الأشياء زي تذاكر الطيران والإقامة وكل الكلام ده لازم هتكون عليك. طيب احنا كده اتعرفنا اللي فيه 3 أقسام من التمويل، وطبعا هيتم اختيار الفائزين في أي جزء أو أي مرحلة من دول، يعني مثلا أنت ممكن يتم اختيارك في تمويل كامل، شخص تاني ممكن يتم اختياره في تمويل جزئي، شخص تالت ممكن يتم اختياره في تمويل ذاتي، فالاختيار هنا والتمويل للشخص هيكون بيختلف على حسب رؤية أصحاب المؤتمر أو المسؤولين عن المؤتمر. شروط التقديم بقى للفرصة دي أو المؤتمر ده، إنك تكون طالب أو خريج ما بين سن 16 سنة حتى سن 35 سنة،
يعني لازم تكون تحديدا ما بين السن ده، ما ينفعش اقل من 16 سنه وما ينفعش اكتر من 35 سنه. طبعا سواء دلوقتي انت بتدرس اي شيء، بتدرس تخصص تاني يعني، يعني بتدرس مثلا تخصص ادبي، تخصص علمي، ملهاش علاقه هنا بالتخصص، هو بس انك تكون شخص طالب او خريج ما بين سن 16 سنه الى سن 35 سنه. مواضيع البرنامج، طيب المؤتمر ده هيتكلم عن ايه؟ المؤتمر ده هيتم فيه عرض افكار مختلفة زي تعليم السلام، الترويج للافكار، يعني هيكلمك عن السلام وحل النزاعات ما بين الدول، هيتكلم عن المواطنة العالمية، هيتكلم عن تنمية الشباب، وفي مواضيع اخرى هيتم مناقشتها في هذا المؤتمر، يعني مواضيع عامة اي شخص يقدر يشارك في المؤتمر ده عادي جدا، مش مواضيع علمية او حاجة متخصصة. الاوراق المطلوبة بقى عشان تقدم للفرصة دي، مطلوب منك صورة شخصية، تمام، صورة ليك حاجة بسيطة جدا، وصورة من جواز السفر، دي كل الأوراق المطلوبة، يعني حاجتين بس، مش مطلوب بقى خطابات توصية، مش مطلوب أي الكلام ده، مطلوب بس صورة شخصية ليك وصورة من جواز السفر. ولكن في ملحوظة ركز فيها كويس قوي، بيقول لك إن عامل الاختيار بتاع البرنامج ده مش هيعتمد على صورة جواز السفر بتاعك ولا الصورة الشخصية، وإنما هيعتمد على مقال. المقال ده انت لازم تكتبه بدقة كبيرة زي ما هنشوف بعد شوية في ابلكيشن التقديم، عشان المقال ده هو اللي هيكون عليه عامل القبول، والمقال ده هيكون هدفه او السؤال فيه ليه انت عايز تنضم لهذا المؤتمر، يعني اشرح ليه انت عايز تنضم لهذا المؤتمر، هدفك ايه، ازاي المؤتمر ده هيفيدك، كل الكلام ده لازم توضحه في المقال وبشكل كويس عشان ده اللي عليه عامل الاختيار. طيب انا هنا محدد لكم الاعلان الرسمي او الموقع الرسمي للفرصة، وهنا ده ابلكيشن التقديم. تعال نخش كده على الموقع الرسمي نبص عليه سريعا، هنفتح الموقع هيظهر معانا بالشكل ده، هتلاقي كل التفاصيل هنا، جلوبال بيس هنا، ماليزيا 2020، كل التفاصيل بتاعت البرنامج موجودة هنا، بيقول لك الفوائد اللي انت هتاخدها، تذاكر طيران، سكن مجانا، كل الحاجات دي هتكون عليهم، تمام. وموجود هنا كمان شرح للبرنامج، ازاي هيمشي، ايه هي مواضيع البرنامج، كل الحاجات دي هتلاقيها في الموقع الرسمي للفرصه. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نقدم للفرصه، نعمل ايه؟ عشان تقدم للفرصه دي هتيجي تضغط على قدم الان او ابلاي ناو وتفتح اللينك ده. لما تفتح اللينك ده هيظهر لك بالشكل ده، ده الشكل اللي هيظهر فيه الابلكيشن بتاع التقديم. موجود عندك هنا كذا مرحله من فوق، انت بتمشي على المراحل دي. فأول حاجة بيقول لك سمت انترودكشن، يعني ده نبذة مختصرة عن البرنامج وبيوضح لك بعض النقاط المهمة جدا انك لازم تقراها. بيقول لك هنا هيتم اختيار 15 شخص هيتم تمويلهم تمويل كامل، و35 شخص تمويل جزئي ليهم، و50 شخص التمويل الذاتي. دي الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها هنا في التمويل. هو بيقول لك عدد الناس اللي هيتم اختيارها لكل تمويل من دول، تمام. كمان بيقول لك حاجة هنا، إن مطلوب رسوم للتقديم في أبلكيشن، تمام، في أبلكيشن هتقدم ليه اللي هو ده. رسوم التقديم لازم تدفعها في الأول، $25، تمام، لازم تدفع، ولكن بيقول لك إن $25 دي قابلة للاسترداد في حالة إذا ما تمش اختيارك في أي حالة من الحالات دي، سواء التمويل الكلي أو الجزئي أو التمويل الذاتي. يعني هنا بيقول لك ريفوندبل، تمام، يعني قابلة للاسترداد، لو ما تمش اختيارك هيرجعوا لك ال $25 مره ثانيه. دي حاجه كويسه جدا ان رسوم الابلكيشن مش هتروح عليك، وانما ممكن ترجع لك في حاله اذا تم رفضك. طيب ده كده اتعرفنا على التفاصيل هنا، وبيقول لك لو عندك اي اسئله او اي شيء ممكن تقدر تتواصل معاهم من هنا. طبعا لو شخص مثلا ممكن ما يقدرش يدفع ال $25 او مثلا هيواجه صعوبه فيها، ممكن تحاول تتواصل معاهم بشكل ودي هنا وتقول لهم مثلا انا غير قادر على دفع رسوم الابلكيشن، فهل ممكن مثلا يتم التقديم بدون دفع الرسوم؟ يعني ممكن انت تحاول تتواصل معاهم، وطبعا ده بيرجع ليهم الموافقه او الرفض على الطلب ده، ده بيرجع للمسؤولين عن المؤتمر. بعد كده تخش على الجزء اللي بعده، بيوضح لك برضو هنا مواضيع المؤتمر، بيقول لك هيتكلم عن البيس، السلام، جلوبال سيتيزن شيب، هيتكلم عن المواطنه العالميه، بيقول لك دي المواضيع. بعد كده تخش بقى على رسوم الابلكيشن، بيقول لك قبل ما تخش وتملى السكشن او المرحله بتاعت الابلكيشن لازم تدفع الرسوم الاول. بيقول لك في كذا طريقه لدفع الرسوم، يا اما تدفع عن طريق باي بال،
تمام، وموجود هنا اللي بيقول لك ده الايميل بتاعهم، تدفع لهم من هنا وتخش على الاكونت بتاعك باي بال من هنا، او تدفع بالماستر كارد او الكريدت كارد بتاعتك، تمام، او يا اما ممكن تدفع بطريقه تانية اللي هي ويسترن يونيون او بنك اكاونت، وهنوضح الطريقه دي بعد شويه في الابلكيشن، وهوريكم ازاي ممكن تقدر تدفع عن طريق ويسترن يونيون او بنك اكاونت وتحط لهم الدليل على الدفع. طيب كده اتعرفنا على طريقه الدفع، نخش بقى على البيانات اللي انت لازم تملاها. تمام، هنا مطلوب منك انك تملى البيانات دي. اول حاجه تكتب اسمك، اسم العائله، تختار الجندر بتاعك، تختار الديانه بتاعتك، تاريخ الميلاد بتاعك، تحط الايميل بتاعك هنا، تكتب اسمك بالظبط زي ما بيظهر في الباسبور هنا، تمام، اسمك يكون كامل، رقم الباسبور هنا، تكتب جنسيتك هنا، لو انت مقيم في دولة خارج الجنسية الأصلية بتاعتك تكتب الدولة، لو نفس دولة الجنسية تكتبها تاني في الجزء ده، تكتب الكانتري كود، والكانتري كود سهل جدا، انت هتبحث بس كده عن دولتك، اكتب على جوجل مثلا كانتري كود فور ايجيبت مثلا، كانتري كود فور موروكو، هيطلع لك الكانتري كود لدولتك. بيقول لك اذكر لنا كل اللغات اللي انت بتتكلمها، انت بتتكلم لغه ايه مثلا، قول لهم اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، وتحط اللغات اللي انت بتتكلمها كلها هنا، تمام. بيقول لك ممكن انت تغادر من اي مطار، يعني هم زي ما قلنا هتكون تكاليف تذاكر الطيران عليهم، اكتب لهم اسم المطار اللي انت ممكن تغادر منه، يعني لو انت حاليا في مدينه القاهره مثلا ممكن تكتب كايرو ايربورت، يعني المطار اللي انت ممكن تغادر منه. هنا بيقول لك انت محتاج فيزا لماليزيا ولا لا، عشان يكون عندك خلفيه ومعلومه، معظم الدول لماليزيا ما بتحتاجش فيزا، يعني مثلا مصر، المغرب، الجزائر، معظم الدول ما بتحتاجش فيزا، انت بتاخد الفيزا لمده 3 شهور او شهر على حسب دولتك، يعني من شهر لثلاث شهور مجانا لماليزيا، ما بتحتاجش دفع اي حاجه خالص، بيكون بس تذكره الطيران عليك. فبالتالي انت ادخل اكتب عن دولتك، يعني هل دولتك بتحتاج فيزا لماليزيا ولا لا، فلو لو بتحتاج فيزا اكتب يس هنا وهم هيوفروا لك الفيزا، لو مش بتحتاج فيزا خلاص فالموضوع بسيط، هيحجزوا لك بس تذاكر الطيران. بيقول لك طبعا لو يعني انت في اكلات معينه انت بتاكلها وعندك منها حساسيه اذكر لنا الموضوع ده، لو عندك اعاقه قول الموضوع ده، لو عندك مشاكل طبيه او صحيه اذكر المشاكل دي، لو ما عندكش بتقول نوف كله، نوف كله، تمام، وبتسيب الاجزاء دي فاضيه. هنا بيقول لك هل شاركت قبل كده في البرنامج ده، بتضغط على كلمه نو. طيب بيقول لك هنا لو عندك ايميل بايبل بتكتبه هنا، لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. ركز بقى معايا في المقال ده، كاتب لك على المقال ده جنبه من هنا سيلكشن كويتش، يعني ايه؟ يعني ده سؤال الاختيار، يعني ده السؤال اللي هيكون عليه عوامل الاختيار هو والسؤال اللي بعده، في سؤالين هنا تركز فيهم كويس قوي، او في حاجتين تركز فيهم كويس قوي، دول اللي هيكون عليهم عامل الاختيار. اول حاجه بيقول لك النيه بتاعتك من الانضمام لهذا البرنامج، فبالتالي انت لازم تكتب نيتك من الانضمام لهذا البرنامج، والبرنامج ده هيفيدك بايه، وانت ممكن تطور من الافكار اللي هيتم مناقشتها في البرنامج ده فيما بعد ازاي، يعني كل الحاجات دي تذكرها هنا. تاني سؤال بيقول لك اكتب بايوجرافي عنك، يعني تقول بقى كل البيانات عنك، يعني مثلا انت طالب جامعي دلوقتي، فتكتب مثلا انا طالب جامعي في مرحلة البكالوريوس، انا مثلا شخص متخرج من مثلا مجال كذا، تكتب كل التفاصيل عنك، تكتب اي اعمال تطوعية او شغل انت عملته او اي جوائز انت حصلتها، تكتب كل الموضوع ده هنا. والبايوجرافي معناه زي السي في بالظبط، يعني انت هات كل الكلام اللي عندك في السي في بتاعك وحطه هنا، تمام. طيب خلصت كل الاجزاء دي تعمل ايه؟ بعد لما تخلص كل ده تضغط على كلمه نيكست عشان يدخلك للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها هي وضع المرفقات او الاتاتشمنتس بتاعتك اللي هي الاوراق اللي مطلوبه منك. اول حاجه مطلوب منك صوره شخصيه ليك، تعمل ابلود للصوره هنا، هتظهر لك بالشكل ده، تلاقي الصوره تظهر لك تحت هنا، تمام، صوره شخصيه ليك تكون بخلفيه بيضاء وصوره طبعا فورمال يعني. تاني حاجه صوره جواز السفر، يكون جواز سفر صالح، تحط صورة من جواز السفر بتاعك هنا. تالت حاجة بيقول لك إذا أنت مش هتقدر تدفع عن طريق باي بال، ممكن تختار طريقة ويسترن يونيون أو بنك أكاونت، يعني بيقول لك لو أنت مش هتقدر تستخدم باي بال ممكن تدفع بويسترن يونيون أو بنك أكاونت، وتحط الدليل هنا لينا، يعني أنت دفعت دلوقتي، تمام، يبقى تعمل أبلود للدليل ايصال الدفع بويسترن يونيون او بنك اكاونت او بنك ترانسفير، وتحط الدليل هنا. وكمان لو عملت بايبل برضو ممكن تحط الدليل هنا كزياده التاكيد، تمام، يبقى في كذا طريقه دفع، حاجه سهله جدا.
طيب كده كل الموضوع تمام، كل حاجة هنا تم ذكرها، وبيقول لك لازم تتأكد ان في $25 هيتم دفعها، فهل انت موافق على الحاجة دي؟ فتقول له يس. بعد كده تضغط على الجزء اللي بعده، في اخر جزء هنا بيشرح لك شروط البرنامج. يعني البرنامج ده فيه ابلكيشن فيه رسوم ابلكيشن هيتم استرجاعها في حالة عدم قبولك او رفضك، تمام. بيقول لك هيشمل السكن، هيشمل كل التفاصيل دي، فانت لو موافق تضغط على المربع ده، وبعد كده تضغط على كلمة سبميت، ويبقى انت كده سجلت او مليت للفرصة او المؤتمر ده. حاجة بسيطة جدا، هما كاتبين لك هنا ان في 3 انواع من التمويل، بأكد عليها تاني، 3 انواع، وهيتم اختيارك في واحد من التلاتة دول. الفرصة ممتازة جدا صراحة، يعني هتسافر ماليزيا 3 ايام وموالة بالكامل عليهم، يعني حاجة الصراحة جميلة جدا. وكمان السن بتاعها من 16 ل 35 سنة، ومش مطلوب منك تخصص معين او تكون مثلا مرحلة دراسية معينة، لا، طالب او خريج عادي مسموح بيه. اتمنى يا رب تكون الفرصة دي عجبتكم، وان شاء الله بإذن الله تكونوا موفقين ومقبولين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.